السؤال الثاني، العمل الإداري أم الفني، أيهما أفضل اللي بالنسبة لكابتن أيمن منصور؟ والله أنا العمل الفني، أنا كنت أعشق العمل الفني، أعشقه بصراحة يعني بشكل كبير جدا، لأن أنا أنت عندك حاجات برضو بصراحة، الفكر بتاعك والترتيب بتاعك والدورات بتاعتك والمعايشات بتاعتك، لأ أنا في حتة تانية، بس أنت عايز في الآخر حاجة منظومة متكاملة بالظبط كده، لعيبة مش أي حاجة بقى ترضى بيها وخلاص، لا يعني الفني، لا الناحية الفنية يعني، أو فرقة تبقى مثلا كويسة يبقى في شغل فني. السؤال الثاني، أوافق على العمل في لجنة الكرة إذا طلبني الزمالك لخدمة النادي؟ هو النادي الزمالك كنت مغمض، ما فهمني النادي في أي، مش في اللجنة، لا لو مجلس إدارة قال لي تعالى كذا كذا وعايزين ناخد رأي، أنا معاهم في أي حاجة، مش العمل بس، لا ده نادي الزمالك في أي حاجة يطلبوني أنا معاهم، ده مش هتأخر لحظة طبعا، كلنا لازم نخدم نادي الزمالك في الوقت ده، بالظبط، ولازم نادي الزمالك يرجع لبطولاته تاني ويفرح الجمهور تاني يا رب يا كابتن، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. السؤال الثاني، لو تملك ميزانيه مفتوحه لضم 3 لاعبين سوبر للزمالك، مين يكونوا؟ لا احنا عايزين عايزين نص، مراكز عايزين نص فرقه، عايزين، لا 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 احنا عايزين فروت كويس، عايزين طب في اسامي معينه حضرتك عجبك في يعني الدوري الممتاز؟ بدون، لا في الدوري الممتاز يعني اللعيبه مثلا بيعجبهم كابتن يعني اسمها ايه، بيعجب بيهم كابتن ايمن منصور. بس انا اقول لك احنا برضو بنعاني مشكله كبيره جدا، الفراوده في مصر دلوقتي في ندره الوقت الحالي، ما فيش، ده مصطفى محمد هو الوحيد اللي بيبقى حزين بالظبط كده، مصطفى محمد يعني بعديه الفريق بعيد، ما فيش ده برضو، معلش يعني ما فيش حد يعني اللي انت تقول عليه برضو، اهلي وزمالك كبار. طب مين يا كابتن مثلا ثلاث يعني لعيبه ممكن، يا اما حتى ممكن يكونوا مشوا من الزمالك او موجودين دلوقتي ممكن احنا تحس ما انهم ممكن ما الزمالك يحتاجوهم؟ انت نادي الزمالك اللي مشوا كان الاعمده الاساسيه بتاعته، فبالتالي احنا بس مش عايزين، لا طيب سيف، بس سيف لو اشتغل على نفسه كويس الجزيري، انا مقتنع بيه، هتلاقي ما شاء الله، واديله ماتشات وما تشغلوش بحاجه تانية غير ال 18 او البوكس اللي هو بتقدر تسجل. قريب يا كابتن من الستايل بتاع حضرتك على فكره شويه، سيف الجزيري كويس، انا بحس انه قريب من الستايل حضرتك شويه بالظبط يعني، ده بس بياخد اهم حاجه ورا مساحات المدافعين ويستلم تمام من جري ايوه وده برضو تحس ان هو بيعمل مساحات ليه ولزمايله. صح. السؤال الثاني، هل طلب الزمالك منك في وقت سابق التوسط في محاولات ضم ناصر ماهر وعمر كمال من فيوتشر؟ لا مننا انا؟ لا بس انا كان ممكن من غيري يعني، ده اللي برضه يعني كان ممكن في الموسم الماضي والقبل الماضي. السؤال الثاني، في رأيك من هو اللاعب الذي يستحق اعلى راتب في الكرة المصرية؟ لا في برضه يعني معلش في لعيبة بتشتغل على نفسي يعني، مثلا عمر كمان عبد الواحد، طب ما الراجل ما شاء الله يعني، وما بيلعبش لا في اهلي ولا في زمالك، بيلعب في كذا مدة، احنا لا يعني مودرن فيوتشر لعبناه باك ليفت كمان يعني زاد على الدور بتاعه وباك رايت، وبنلعبه ناحيه اليمين في الثلاثه المهاجمين اللي بنلعبهم ناحيه الليفت برضو، لقيناه ما شاء الله وبيجيب اجوان. طب في واحد زي زيزو، طبعا ده حاجه ما انا جاي لك، زيزو، لا زيزو ده معدي في حته ثانيه يعني بصراحه، اللعيب عشان تحكم عليه لازم يبقى عنده ثبات مستوى. صح. ده مفيش ماتش زيزو يقول لك اصل زيزو معلش نزل سنتي. حافظ. ما شاء الله، لا لا لا، في لعيبه في مصر ما شاء الله عليها، وبرده انا بقول لو ادوا فرص وماتشات لعيبه نادي الزمالك ان شاء الله، بس اللي عايزه بس مصطفى شلبي لو شد حيله وخد الامور بجديه هيبقى مستواه معدي في حته ثانيه خالص. السؤال الأخير معانا، هذا اللاعب مستوى أعلى من الدوري المصري واستحق الاحتراف الأوروبي؟ لا أنا بقول زيزو وعمر كمال، لا بصراحة يعني بيخطوا خطوات سابقين يعني، وفي برضه لعيبة تانية كتير، بس أنا أخشى إن أنا إيه أنسى حد، لكن في لعيبة في مصر كتير. معانا سؤال تاني معلش، السؤال الأخير، هو هؤلاء أدين لهم بالفضل في مسيرتي الكروية كلاعب؟
عندنا طبعا كابتن جوهري رحمه الله عليه، كابتن ديفيد مكاي رحمه الله عليه، كابتن احمد رفعت الله يرحمه طبعا الله يرحمه، يعني ده برضو حاجه ما شاء الله ربنا يرحمه يا رب. كان زملكاوي يا كابتن بشكل بطريقه غير عاديه يعني بصراحه. لا يعني هو يعني يمكن رجعني من 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 اعتزال كوره وعدم قيد في نادي الزمالك السنه اللي كان مش عايزين يعيدوني فيها. كابتن برضو فاروق جعفر، لا في مدربين ما شاء الله يعني الواحد برضو بيدين ليهم بالفضل يعني.